السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر بومتك من قناة الانفجار التقني. موضوع حلقة النهاردة عن هشارك معاكم فيديو من فيديوهات القناة القديمة، وهو عن ربح 100 دولار من شركات الإعلان بدون امتلاك موقع. طبعا احنا هنعمل موقع، ولكن موقع من بلوجر جديد، وهعلمكم ازاي تربحوا منه. وعشان ما نطولش عليكم نبدأ في الفيديو بعد الفاصل. ونبدأ الحلقة على طول، وزي ما قلت لكم في بداية او في مقدمة الفيديو ان الحلقة النهاردة تبقى بدون امتلاك موقع. احنا بس هنحتاج ليه هنعمل موقع، هو يعني طبعا في حاجة اسمها بدون امتلاك موقع، هنعمل موقع، ولكن الموقع ده مش هنستخدمه او مش عايزين حاجة، يعني هو مدونة جديدة مش اكتر من كده. اول حاجة بس هتضغط على بلاجر، طبعا انت عندك اكاونت على جوجل، بتخش على بلاجر بالاكاونت عادي وتضغط على مدونة جديدة وتسميها اي اسم انت عايزه، وهنا تسميها اي اسم. احنا لسه طبعا ما اتكلمناش عن شركات الاعلان اللي هنستخدمها، ونضغط على انشاء مدونه. تمام، تم انشاء المدونه بنجاح. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنخش على التخطيط او قالب، هنخش على قالب تحديد او تحرير HTML، ونجيب هنا مش هو ده، ونجيب ده كده كوبي، وبعد كده نجيب ده ونشيل كل ده ونعمل ده كوبي او بيست، ونشيل الحته اللي في الاول دي ونعمل حفظ النمو. تمام، هنخش كده على المدونه، بقت فاضيه خالص فاضيه خالص. ده قالب اسمه قالب التنظيف، انت هتسيبه في المدونه. تمام، هنيجي نخش بقى هنا، نخرج من المدونه ونشوف شركه الاعلان اللي هنستخدمها. بسم الله الرحمن الرحيم، كده هنبدأ بأول شركة إعلان اسمها، أول شركة إعلان اسمها ريفينيو هيتس. شركة ريفينيو هيتس، أنا هشرح النهاردة زي ما قلت لكم تلات شركات إعلان، التلات شركات بيقبلوا بأي موقع. أنا لسه عامل موقع جديد زي ما أنتم شايفين، أنا عملت ساين أب قبل كده، وطبعا ساين أب عادي يعني يا جماعة مش لازم يعني يتشرح بتفصيل عشان ما نطولش عليكم. بتكتب اسمك، وهنا اسمك برضو أي اسم أنت عايزه، هنا تحط السايت، أي سايت أنت عايزه ممكن تحطه هنا، وهنا بتختار نوع السايت يعني اي حاجه فيه، وهنا بتجاوب، وبعد كده تكتب باسورد وايميل، وبعد كده بتضغط على ساين اب وبعت لك ايميل على الانبوكس بتاعك، وبتعمل تفعيل وبتيجي هنا تعمل لوجين مره ثانيه. تمام، هو ده الايميل وادي الباسورد، بس دي بتحمل، ونضغط على ساين ان. جميل، دخلنا هنا دي الواجهة بتاعته. اول ما هتفتح لك الواجهة دي تضغط على نيو بليسمنت، ديسكتوب بليسمنت، هنا بانر، انت بقى بتختار اللي انت عايزه بانر، وهنا بتختار، هنا بتكتب اي اسم انت عايزه، مثلا هكتبه خمسات مثلا، وسيلكت سايت، انا هنا عامل 2، وديفولت سايت دي اللي هي عربز اللي هي السايت بتاعتي، انا هضغط على نيو سايت. هتروح هنا تاخد اسم او تعمل كوبي لينك، وتكتب هنا اي حاجه، وتعمل هنا اليو ار ال وتشيل، بعد كده تكتب اعمل اسيبها ويب سايت، وهنا تعمل مثلا نتوركس مثلا، وتسيب الديسكريبشن ده فاضي وتعمل سيف. اتقبل زي ما انتم شايفين. هنا اللاير اد هتبقى مثلا 720x90، وهتعمل سيف، يعني قبل الموقع من غير ما تقعد ساعة، من غير ما تقعد يوم، من غير ما تقعد اي حاجة، وتقابل الموقع عادي جدا. هنا تضغط هنا بس عشان تجيب الشفرة على الحتة دي عشان تجيب الشفرة، وبعد كده تروح عند التخطيط، هنروح عند التخطيط. انت طبعا بتحط اكتر من اعلان، انا بس عايزان ما طولش الفيديو احط بس اعلان واحد للشركة دي، انت تحط اكتر من اعلان. جميل، ونقوم حاطين اعلان، نعمل حفظ، ونعمل عرض المدونه. زي ما انتم شايفين ادي اعلان ظهر. نيجي لشركه تانيه، طبعا انت ممكن تحط 5 اعلانات، تحط 10 اعلانات، براحتك انت اعمل اللي انت عايزه. نروح للشركه التانيه اسمها ابر سي بي ام. شركه ابر سي بي ام
من برضو الشركات المتميزة جدا 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 في مجال شركات الإعلان. انت طبعا هنا هتروح عند بابليشر وتعمل كريت ان اكونت. جميل، هتكتب هنا اسمك واليوزر نيم بتاعك يعني، وهنا باسورد، وهنا الايميل، وهنا اسمك، وتكتب هنا كامباني نيم، اكتب اسم قناتك على اليوتيوب وسيب دي فاضيه. بزنس اي دي لو عندك يعني حطها بس تسيبها فاضيه. وهنا اكتب المدينه بتاعتك، وهنا اكتب المدينه برضو، اكتب اي حاجه في الادرس يعني مدينه اي حاجه. وهنا المدينه، هنا اكتب الزد اي بي كود بتاعك اللي هو الكود البريدي. هنا تحط ستيت، حطها اي حاجه انت عايزها، مثلا اي ستيت انت ممكن تيجي في دماغك حطها. الكونتري اكتب ايجيبت او اي بلد بتاعتك. وهنا حط اي رقم يعني مش هيبعت لك رساله. وهنا تضغط على دي، بعد كده اي ام نوت ريبوت، وتضغط ساين اب. وبعد كده بقى انا طبعا سجلت، هيبعت لك طبعا رساله وتعمل تاكيد كالعاده يعني. بعد كده ترجع تعمل لوجن. هنرجع نعمل لوجن، هتلاقي تكتب هنا يعني اليوزر نيم والباسورد، وبعد كده تضغط على بابليشر وتروح عند اي ام نوت ريبوت، وتضغط على ريمبر مي او اي حاجه يعني، وتعمل لوجن. ممكن ما تضغطش عليها طبعا. جميل، هيفتح لك الصفحه دي. تمام، هيفتح لك الصفحه دي. هتعمل نيو اد يونت. لو تلاحظوا يا جماعه واحنا بنسجل ما طلبش موقع. تمام، هنا مثلا انا عايز بانر برضو، تايتل اكتبه اي حاجه اهو. هنعمل نيكست ستيب واعمل سيف. ما طلبش موقع، ما طلبش موقع. جميل، ما طلبش موقع. مثلا هاخدها دي كلها والتخطيط واضافه بس. اللي هو ابر سي بي ام بيظهر ساعات وساعات ما بيظهرش، لكنه يعني مثلا مش هيظهر عندك دلوقتي، مثلا ممكن ما يظهرش عندك دلوقتي لكنه هيظهر. مثلا انت هنعمل خطوات تانية دلوقتي وهيظهر عند ناس ممكن ما يظهرش عندي يعني. مثلا زي ما انتم شايفين ممكن ما يظهرش ولكنه هيظهر عند ناس تانية يعني، هو موجود. تمام، لا ده ظهر. تمام، ظهر اهو. جميل، الاعلان بتاعهم ظهر. انت طبعا ممكن تحط 3 اعلانات للشركه دي من البانر ده، ومثلا تحط 3 اعلانات كمان من الشركه دي. تمام كده، حطينا 3 و3 اعتبر يعني. نخش على الشركه الثالثه، ادز بيت. شركه ادز بيت من افضل الشركات اللي انا بفضلها لربح البيتكوين الصراحه، هي من افضل الشركات. هتروح عند طبعا بابليشر كالعاده، وتضغط على نيو اكونت. هسيب لك كل اللينكات اسفل الفيديو، وهسيب لك لينك ده القالب ده اللي عشان تنضف البلاجر بتاعتك اسفل الفيديو، رابط تحميله. هنا تضغط على نيو اكونت، هيفتح لك الصفحه دي. هيقول لك اكتب يوزر نيم وباسورد وايميل وبلدك، واضغط هنا عشان تاخد رساله يوميه انت لازم تضغط عليها. وهنا I have read and agree to terms and conditions اللي هو الشروط والحاجات بتاعتهم يعني، ضغط عليها، لازم تضغط عليها طبعا. وهنا بتكتب الرقم الكود اللي هو مديهولك ده، تضغط على submit. جميل، بعد كده هيبعت لك رسالة وتعمل، بعد كده هيقول لك ارجع اعمل login. هنرجع نعمل login. هنا هتكتب اليوزر نيم والباسورد، وتكتب الرقم 29089. وهنا بتضغط على بابليشر يعني، لو لقيتها كده هتضغط على بابليشر، تضغط على سان ان، هتفتح لك الصفحه بالشكل ده. تمام، هتضغط على نيو بليس، هتكتب هنا اسم البليس، مثلا هكتب اي مثلا، وتضغط على سبميت. هيقول لك هات لينك الموقع، هتقول له خد لينك الموقع اهو، موقع جديد لسه عامله قدامك على بلاجر يعني، ما هوش لا دوت كوم ولا اي حاجه، على بلاجر. تمام، وادي البانر بتاعنا يعني ايه بالموقع، وعادي جدا. جميل، ادي البانر، وهناخده كوبي ونرجع تخطيط اضافه اداه. لكن على فكره ده زي ادسنس شويه يعني، بيقعد مثلا شويه كده لحد ما بيقبل الاعلان وبيحاول وبيظهر على الموقع يعني، مش هيظهر معاك من اول مره. تمام، ولكنه هيظهر بعد كده. هنكتب عرض المدونة ونشوف كده هيظهر ولا لا. زي ما انتم شايفين هو ليه مكان لكنه ممكن ما يظهرش. تمام، ليه مكان ولكنه ممكن ما يظهرش. زي ما قلت لكم ابر ساعات ما بتظهرش ساعات بتظهر، لكن عند الناس لما هنعمل الخطوة اللي بعد كده ان شاء الله ممكن يظهر عند الناس كلها، ويظهر عند ناس وناس مش هتفرق معاكم.
ونركز بقى مع بعض. دي الخطوه الاولى ان احنا عملنا المدونه وحطينا فيها اعلانات. تمام، حطينا فيها اعلانات. طبعا انت ميلو ادز بتتطلب شروط، ادز اوبتيمال بتقعد يوم ويومين وعشان تقبل المدونه بتاعتك، مش هتقبلها لو مدونتك جديده زي ما انا عملت كده، مش هتقبلها او ما عندكش موقع فمش هتعرف تخش. اما الادسنس طبعا دي حاجه مفروغ منها. هنتكلم دلوقتي ثلاث شركات اعلان. الثلاث شركات دول هما ريفينيو هيتس وابر سي بي ام وادز بيت. الثلاثه يا جماعه قبلوا الموقع مع ان لسه عامله قدامكم، والثلاثه ظهر فيهم الاعلانات، او ابر ظهر وريفينيو هيتس ظهر اعلانات، ولكن ادز بيت بيقعد شويه كده وبيظهر. تمام، يبقى كده احنا ممكن نحط كام اعلان؟ ما عندك ريفينيو هيتس ممكن تحط خمس اعلانات، ابر سي بي ام ممكن تحط خمس اعلانات، ادز بيت ممكن تحط خمس اعلانات. الثلاثه دول لو مليت الصفحه كلها اعلانات وجبت لهم زوار، الثلاثه بيقبلوا مواقع الزوار. فانت لو جبت لهم زوار وهي المدونه فاضيه، انت ممكن تعمل خمس مدونات وتعمل نفس الحركه عليهم او اكتر من خمسه كمان. تمام، وترسل لهم زوار زي ما انتم شايفين، عمال برسل زوار للمدونتين اللي انا عاملهم لنفسي اهو. عامل مدونتين جداد غير المدونه اللي لسه عاملها معاكم دي، مدونتين تدوينتي ومدونه ثانيه، يعني هم مدونتين اهم انا عاملهم. تمام، المدونتين دول انا حاطط فيهم اعلانات، نخش على مثلا اي مدونه فيهم نبص كده على الاعلانات اللي فيها، لو نلاحظ مليانه اعلانات، مليانه بمعنى مليانه يعني مليانه. هو لسه كمان في ثلاث اعلانات هنا الابر فوديس هاب. تمام، لو تلاحظوا مليانه اعلانات، فاي حد يخش هنا انا باخد منهم عائد. تمام، فثلاث شركات اعلان دول مفيدين جدا زي ما قلت لكم، ممكن تحطهم على اي تدوينه اي مدونه. تمام، بس هي دي كانت الحلقه بتاعت النهارده. ملحوظ، انت ممكن تستخدم في شرح النهارده الاستراتيجيه بتاعت النهارده، ممكن تستخدم فيها الشرح بتاع استراتيجيه الحصول على مليون زائر يوميا لموقعك. ده انت ممكن تستخدمه ان شاء الله في الايام الجايه، هنزل لكم شروحات تانية كتير عن ازاي او ازاي تحصل على زوار كتير جدا لموقعك مدونتك، وان شاء الله زوار حقيقيين. وفي النهايه بشكركم على المشاهده، وادعوكم طبعا الاشتراك في القناه عشان نرجعها ونخليها قويه شبه القناه القديمه. وكان معكم مصطفى من قناه مستر بومتك الانفجار التقني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.